طيب تعالوا نكمل النهارده بقيه الدرس بتاعنا. امبارح كنا اتكلمنا عن البيرميشنز صح، واتكلمنا كمان عن البيزك يوزر وجروب ادمنستريشن تمام. ولما اتكلمنا عن اليوزرز وجروبس اتكلمنا على بعض الخصائص البسيطه جدا بتاعتهم، وتعلمنا كده على السريع ازاي اكريت يوزر، ازاي موديفاي اليوزر، ازاي احطه في جروب معينه، ازاي اشيله من جروب معينه وهكذا، ازاي اضيف جروب، ازاي امسح جروب، ازاي ديليت اليوزر، وازاي ديليته بالملفات بتاعته صح. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ اتكلمنا على البرميشنز كمان، اتكلمنا على الفايل اونر شيب كمان معاها، ازاي اغير الاونر شيب بتاعت فايل او دايركتري عندي. طيب كلام جميل. تعالوا نكمل بقى النهارده كده. امبارح لو انت فاكر بسرعه كده، تعالى على السريع في عجاله سريعه، تعالى نشوف كده، او لو افتكرنا كنا اتكلمنا عن ان اي حد في الدنيا ممكن ياكسس الملف هينحصر في واحد من ثلاثه، يا اما الاونر او اليوزر وده همثله باليو، يا اما الجروب وهمثلها بالجي، يا اما الاذر وهمثلها بالاو. عندي ايه كمان؟ عندي ايه اللي ممكن اليوزر يعمله؟ ممكن يعمل ريد او رايت او اكسكيوت، والجروب ممكن تعمل ريد او رايت او اكسكيوت، والاذر ممكن يعمل ريد او رايت او اكسكيوت تمام كده. طيب كلام جميل. وقلت لك ان دي الاحتماليه وليس اللي بيحصل في الحقيقه تمام، ده الاحتماليه فقط. يعني انا ممكن اخلي من اي حد في الدنيا من حقه يعدل في ملف، ممكن، بس في الطبيعي مش هتخلي اي حد ان هو يعدل في ملف ده، يعني ده حاجه منطقيه يعني مش كده. طيب اتكلمنا كمان عن ازاي تغير الاونر بتاع فايل او دايركتوري، وكنا بنستخدم امر اسمه سي اتش اون تمام. ايه تاني يا سيدي؟ بالمناسبه بقى قبل اي حاجه، الطريقه دي شايفها كده عامله ازاي؟ معتمده على ايه؟ شايف ريد رايت واكسكيوت. الطريقه دي بيبقى انها معتمده على سيمبلز خلاص، فاسمها السيمبوليك ميثود. يبقى لما تيجي تغير البرميشن تيجي تستخدم اليو والجي والاو، وتيجي تقول له ار دبليو اكس، بما ان انت بتستخدم سيمبلز فاسمها السيمبوليك ميثود ماشي كده. طيب هو في طريقه ثانيه موجوده؟ في طريقه ثانيه اسمها النيوميريك ميثود، ودي اللي هنتكلم عليها النهارده ماشي كده. ده بقيه الموضوع بتاعنا. النيوميريك ميثود فكرتها بسيطه جدا وسهله جدا، مفيش فيها اي اختراع، بس كل الفكره بتاعتها قايمه على ارقام وليس رموز او سيمبلز. طيب ازاي يا عم؟ تعالى كده بص لي كده يا سيدي. قال لك الفكره دي يا سيدي، شوف من هبلها عامله ازاي. قال لك انا هدي لكل سيمبل عندي رقم. يعني ايه؟ يعني انا عندي ريد ورايت واكسكيوت، قال لك ادي للريد رقم 4، الرايت رقم 2، الاكسكيوت رقم 1، جمعهم كده على بعض 4 و2 6 زائد 1 7، يبقى الفول بيرميشن الاجمالي بتاعها كام؟ 7. طيب بص لي كده، لو انا مدي لليوزر فول بيرميشن يبقى كام؟ 7. طب لو مدي للجروب فول بيرميشن ريد رايت اكسكيوت برضه 7. طب لو مدي للاذر ريد رايت اكسكيوت برضه 7. طب بص كده، لو جمعتهم امبارح كنت بجمع الثلاثه جنب بعض كده لو انت فاكر، يبقى لو كل الناس معاها كل البرميشن هتبقى بالمنظر ده 7 7 7. طيب هتقول لي اشمعنى الارقام دي متاخده؟ على فكره الارقام دي مش متاخده كده، مش متاخده كده اعتباطا، مش اي رقم كده حاطه بالهبل كده وخلاص، لا. ده بص كده، لو عندك اليوزر مثلا عنده ريد رايت بس، ريد رايت هيبقى مجموعهم كام؟ 4 زائد 2 يبقى ب6 بس. طب فرضا ان اليوزر معاه ريد واكسكيوت، ريد واكسكيوت ده 4 والاكسكيوت بواحد، يبقى الراجل ده المره دي هيبقى معاه 5.
خدت بالك؟ طب فرضا ان الراجل ده معاه اكسكيوت بس، لو معاه اكسكيوت بس هيبقى بواحد، هلا فلاحظ كده عمرك في حياتك ها ما هتلاقي برميشن ها عاملك كونفليكت مع برميشن تانية. يعني عمرك ما هتلاقي الريد والرايت يكونفليكت مع الاكسكيوت، ولا الريد والاكسكيوت يكونفليكت مع الريد، ولا الريد والاكسكيوت يكونفليكت مع الرايت. ايه اللي مش فاهمه؟ فاهمني بس، ايه اللي انت مش فاهمه؟ انا بقول لك هدي للريد رقم 4 وللرايت رقم 2 وللاكسكيوت رقم 1، بدل ما همثل البرميشن بار ودبليو اكس همثلها بارقام. خلاص اليوزر كنت بمثله بثلاثة سيمبلز اهم، ريد رايت اكسكيوت، ده ب4 وده ب2 وده ب1، يبقى الاجمالي بتاعهم لو معاه كل البرميشن يبقى 7. ايوه بديله ليها والله، ده اللي انا بقوله. ركز يا حاج الله يكرمك وبطل تفتح فيس واحنا قاعدين نشتغل، يعني ابوس رجليك وصوابع ايديك، يعني انت بتسال اسئله غير منطقيه اطلاقا يعني. فركز معايا كده عشان ايه، يعني مرارتي مش ناقصه. ماشي طيب تاني بقى نكمل كده. فبص لي كده، طب دلوقتي بقى لو انا هغير البرميشن، بص لي كده، لو انا عندي ملف البرميشن بتاعته كانت كده ريد رايت ريد ريد، ده ملف والملف ده كان نوعه فايل عادي واسمه فايل واحد او اف واحد، ده اسم الملف، الملف ده نوعه فايل عادي. بص كده لو انت حبيت تترجم البرميشنز بتاعت الملف ده ايه، يبقى اول ثلاثة مع بعض، تاني ثلاثة مع بعض، تالت ثلاثة مع بعض. بص كده كده الاونر معاه كام؟ ها 6. طيب الجروب معاه كام؟ 4. طب الاذر معاهم كام؟ 4 برضو. ايه رأيك؟ طب لو لقيت الملف بالمنظر ده read write execute read write read execute، ها يبقى بقت كام دلوقتي؟ read write execute 7. طيب read write 6 read execute 5 اهو، 4 زائد 1 ب5. شايف؟ معنى كده ان انا قدرت امثل البرميشن بدل ما كنت امثلها بارقام بدأت امثلها بايه؟ ها بحروف. طيب تعال كده اديك مثال على الحكايه دي، مثال عملي بقى بسرعه كده. ادي المكنه اللي كانت موجوده عندي، تعال كونكت عليها كده بسرعه. ال اس عندي كده كويس، كان عندي شويه ملفات لسه باقيه من امبارح، تعال نجرب عليها برضو زي ما احنا كنا شغالين. ال اس داش ال عندي مثلا يا سيدي فرضا فايل 2، ده فايل 2 ده البرميشن بتاعته ايه دلوقتي بالنسبه للاونر؟ ريد رايت معناها 6. طب والجروب؟ ريد معنى كده الجروب معاها كام؟ 4. طب والاذر؟ ريد معنى كده الاذر معاهم 4، يبقى البرميشن بتاع الملف ده كام؟ 6 4 4. طيب كلام جميل. طب انا عايز اغير البرميشن بحيث ان الاونر يكون معاه ريد رايت اكسكيوت، والجروب يكون معاها ريد رايت، خلاص، والاذر يكون معاهم ريد اكسكيوت. هعملها ازاي يا عم؟ بص انا عايز الاونر يكون معاه ريد رايت اكسكيوت، والجروب يكون معاها ايه؟ ها ريد رايت، والاذر يكون معاهم ريد اكسكيوت، ده اللي انا عايزه صح؟ طيب بص لي كده هقول له ايه؟ سي اتش مود نفس الامر، ريد رايت اكسكيوت بالنسبه للاونر هتتمثل بكام؟ 7. طيب ريد رايت بالنسبه للجروب ها 6، وريد اكسكيوت بالنسبه للاذر 5 للملف اللي اسمه فايل 2. شفت السهوله؟ طيب ال اس داش ال كده فايل 2، بص ايه اللي حصل للملف، ها البرميشن اتغيرت، وضحت؟ ايوه لكل فئه من اليوزر بتجمع البرميشنز بتاعتها مع بعض. انا قلت لك في عندك ثلاث فئات من اليوزر ممكن يتعاملوا مع اي ملف، يا اما الاونر بتاعه يا اما الجروب يا اما الاذرز. فلو انت بتتكلم مع اليوزر جمع الارقام بتاعته مع بعض اللي هم 4 زائد 2 زائد 1، ولو انت بتتعامل مع الجروب جمع ارقام الجروب مع بعض 4 زائد 2 زائد 1. خلي كل فئه لوحدها، انت عندك ثلاث فئات صح اهم، هيتمثلوا بثلاث خانات اهو، ادا واحد اللي هي
ادا 2 ادا 3 خلاص كده. طيب كلام جميل. طيب فرضا انا عايز اخلي انا عايز اخلي البرميشنز بالمنظر ده read، مفيش حاجة بعد كده، مفيش حاجة. ها تتعمل ازاي دي؟ انا عايز اخلي البرميشن كده، هقوله سي اتش مود ها اربعة. طب مفيش حاجة يا عم عند الجروب يبقى بصفر، طب مفيش حاجة عند الاذر يبقى بصفر برضو. اهو لفايل اتنين ال اس داش ال كده فايل اتنين. ها شفت ايه اللي حصل؟ ايه رأيك؟ سهلة؟ ها طب لو مش عايز اي حد يبقى معاه اي برميشن خالص، ها تعمل ايه؟ ثلاث اصفار اهو. خليك فاكر مين اللي ممكن يغير البرميشن لملف، ها مين اللي يقدر يغير البرميشن لملف؟ لازم يكون الاونر بتاعه فقط. الروت قلت لك الروت من حقه يعمل اي حاجه، فالروت بره العمليه اصلا. الروت قلت لك الروت ده يعني بص اتشقلب على الجهاز خلاص. لا الناس اللي معاه في نفس الجروب ما يقدروش يغيروا البرميشن بتاع الملف، الاونر فقط هو اللي يقدر يغير البرميشن بتاع الملف خلاص كده. طيب كلام جميل. فاضل ايه تاني يا سيدي؟ فاضل ايه تاني؟ حلو. اخر حاجة بقى خالص بقى، اخر حاجة عشان ننهي الموضوع ده. بص لي كده، انا عندي ملف بالمنظر ده، مفيش اي حد معاه اي حاجة، او تعالى كده نغير البرميشن بتاعته. هقول له كده سي اتش مود، حط له اي رقم عشوائي يا عم، وليكن 756 مش فارق معايا والله. بص معايا ملف بالبرميشن ده، حلو. انا عايز اغير البرميشن بتاع الملف ده بحيث ان الاونر يكون معاه ها ريد رايت بس، والجروب يكون معاها ريد رايت بس، والاذر يكون معاهم ريد بس. ها تعملها ازاي؟ ممكن واحد يقول لك كده سي اتش مود الاونر يكون معاه ريد رايت بس، اهو الاونر ريد رايت والجروب يبقى يو جي. ها دلوقتي بص كده، لو انت لاحظت اليوزر عايزه ريد رايت، يبقى المفروض كان اليوزر ماينس اكس كوما الجروب ماينس اكس كوما الجروب بلس دبليو كوما. شايف عمل ازاي؟ بعد كده الاذر، الاذر عايز معاهم ريد اكسكيوت، الاذر ماينس دبليو كوما الاذر بلس اكسكيوت للملف اللي اسمه فايل 2. بص شكل الامر بقى عامل ازاي من ناحيه هيشتغل، هيشتغل والله العظيم اهو، ده اللي انا كنت عايزه اشتغل. بس بص شكله عامل ازاي، شكله يعني بص حاجة عك يعني. هو شغال، مش بقول لك غلط، شغال. بس بص تعال نرجع تاني البرميشن زي ما كانت اهي، وادي الملف. عايز ارجعها مرة تانية بقى، او انا عايز اعملها بطريقة تانية. بص الحركة دي، انا عايز البرميشن تكون read write الاونر، read write للجروب، read execute الاذر. والله بص كده سي اتش مود اليوزر والجروب زي بعض صح؟ هقول اليوزر والجروب equal to read write كوما انا عايز الاذر يبقى معاهم read execute بس. ها الملف اللي اسمه فايل 2 طلع نفس الناتج ولا لا؟ ها نفس الناتج اهو بالظبط اهو اهو. بس بص عملتها في قد ايه، بص لي كده شايف. لما تقول له يساوي، انا امبارح قلت لك على ها زائد ونقص صح، زائد كنت بضيف برميشن، ناقص كنت بشيل برميشن، انما يساوي اسمها سيتنج برميشنز. عارف سيتنج برميشنز يعني ايه؟ يعني انا بص انسى البرميشنز اللي كانت موجوده قبل كده وحط لي اللي انا هديهولك ده بس،
هو ده اللي يكون موجود. معنى كده ان اي برمجة كانت موجودة قبل كده على الملف ده هيمسحها وهيابلاي اللي انت قلت له عليه ده بس. ها، وضحت الحكاية دي؟ خلي بالك في سيتنج برميشن مش هيهمه الملف ده كان عليه برميشن ايه قبل كده، ولا هيفرق معاه. وضحت؟ ها، حد عنده اي مشكلة في كده؟ لا مفيش فيه اندور الامر للاسف، مش حاجة اسمها فيه اندور الامر، مفيش يا معلم. حلوة جدا. فاضل ايه يا سيدي؟ اعتقد ان احنا كده خلصنا خلاص. اخر بس حاجة، او اخر حاجة عايز اسألك فيها، ايه الاحسن، استخدم النيوميريك ميثود ولا السيمبوليك ميثود؟ ها، ايه احسن؟ حد عنده اقتراح؟ الارقام صح؟ ايه الطريقة دي؟ يعني انهي واحدة فيهم؟ انا اشتغلت بالاثنين. اللي هي النيوميريك يعني قصدك ولا ايه؟ يا ابني ركز يا ابني، ابوس ايديك. كانت لسه مكتوبة من شوية هنا عندك طريقة اسمها نيوميريك وطريقة اسمها سيمبوليك. بص بكل بساطة عشان ما اقعدش اضيع وقتي على الفاضي. بص، الطريقة النيوميريك انت ممكن تشوف ان هي اسهل واسرع، ماشي؟ لكن الطريقة النيوميريك بالنسبة لنا افضل لسبب واحد، ان الطريقة النيوميريك بتسمح لك تغير البرميشن بتاع الاونر بس او بتاع الجروب بس. يعني بص لي هنا كده، عندي ملف هنا اسمه فايل 2، ماشي؟ بص كده، انا هغير بس البرميشن، عايز اضيف رايت برميشن لل، او عايز اضيف اكس برميشن للاونر، هقول له كده يو بلس اكس للملف اللي اسمه فايل 2. بص لي كده، ها اتغير ولا لا؟ اتغير. فانا كنت بس بغير بالنسبه للاونر فقط من غير ما المس الجروب ولا الاذر، لكن مع الطريقه النيوميريك ها كنت لازم تحدد له الثلاث خانات. خلي بالك ما ينفعش في الطريقه النيوميريك تيجي تقول له كده تحدد له خانه وتسيب الاثنين التانيين، مفيش حاجه اسمها كده، لازم اتحدد له الباقيين. ها شايف؟ ففي الطريقة السيمبوليك أنا ممكن أقول له ها غير لي اليوزر فقط، لكن في النيوميريك لازم تحدد التلاتة، ماشي؟ عارف ده معنى إيه؟ ها، إن أنت كنت لازم تبص على الملف ده، تشوف الملف ده إيه البرميشن القديمة، وبعد كده تحسب إيه الجديدة اللي عايز تعمل لها أبلاي. الجديدة ودي مفهومة ليه؟ عشان انت هتغير البرميشن. طب القديمة؟ عشان تشوف البرميشن القديمة كانت ايه وتحطها زي ما هي بالظبط. خلاص؟ طيب كلام جميل. حاجة بس هعيدها معاك، حاجة هعيدها معاك كده على السريع. خليك فاكر امبارح ان انا قلت لك سي اتش مود، ولو عايز تغير ها لدايركتوري كاملة ممكن برضو تغيرها للدايركتوري اللي كان اسمها تيست عندنا امبارح. ما تنساش الاوبشن اللي اسمه داش ار ده، ما تنساهوش. ها انا بركز وبعيد عليه، داش ار كان بيغير لدايركتوري ها باللي جواه، ماشي؟ الملف الاخضر برضه قلنا امبارح معناه ان هو اكسكيوتابل فايل، من الواضح ان انت ما بتذاكرش.
من الواضح جدا ان انت ما بتذاكرش يعني. ماشي. طيب حد عنده اي مشكلة في البرميشنز؟ انا كده يعتبر الحمد لله خلصت البرميشنز، انا كده خلصت البرميشنز. ها ممتاز. طيب ماشي، يبقى احنا كده خلصنا البرميشنز، تعال نبدأ في موضوع جديد خالص بقى، لا نكمل بكرة. ايه انت بتهرج بقى كده؟ تعال نبدأ في موضوع جديد بقى. ها وتعال نتكلم يا سيدي عن، نمسك ايه نتكلم فيه؟ تعال نتكلم على موضوع اسمه ريدايركشن. ماشي، تعال نتكلم عليه.